والآن متابعة لأهم الأخبار الاقتصادية. مصطفى ميزار نتحول إليه الآن لمعرفة آخر أخبار الاقتصاد. تفضل. شكرا نهى توفيق وشكرا إلهام نمر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. بحث وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مع وفد من شركة أكسون موبيل العالمية برامج الشركة العالمية لزيادة استثماراتها وتطوير أنشطتها، وذلك في مجال التسويق وتوزيع الوقود في مصر. وتابع الوزير مع وفد أكسون موبيل خلال اللقاء برنامج الشركة الحالي للتوسع في إقامة محطات خدمة وتموين السيارات، وسيتم تشغيل محطات جديدة خلال الفترة القريبة القادمة. حققت المطارات المصرية إنجازاً كبيراً على مستوى القارة الإفريقية في حركة الركاب والشحن الجوي، وتصدر مطار القاهرة الدولي القائمة التي أصدرها المجلس الدولي للمطارات ACI لأول 10 مطارات إفريقية من حيث حجم حركة الركاب في عام 21، كما جاء مطار القاهرة في المركز الثاني في حركة شحن البضائع، وحصل مطار الغردقة على المركز الخامس، وجاء مطار شرم الشيخ في المركز الثامن ضمن أول 10 مطارات إفريقية من حيث عدد الركاب وفقا لإحصاءات المجلس الدولي للمطارات. إلى البورصة المصرية والتي أنهت المؤشرات فيها الجلسة على ارتفاع جماعي مدفوع بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات ب 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 635.7 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر إيجيكس 30 عند مستوى 9442 نقطة مرتفعا بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 9539 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 عند مستوى 1852 نقطة مرتفعا بنسبة 87% ليغلق عند مستوى 1868 نقطة. كما فتح مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا عند 2725 نقطة مرتفعا بما نسبته 83% ليغلق عند مستوى 2748 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي ما قيمته 19 جنيها و4 قروش للشراء و19 جنيها و15 قرش للبيع. أما اليورو فقد وصلت قيمته إلى 19 جنيه و40 قرشا للشراء و19 جنيه و51 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 23 جنيه و21 قرشا للشراء و23 جنيه و35 قرش للبيع. وذلك بالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي ما قيمته 5 جنيهات و18 قرشا للشراء و5 جنيهات و21 قرشا للبيع. وأخيرا الريال السعودي والذي وصلت قيمته إلى 5 جنيهات و6 قروش للشراء و5 جنيهات و9 قروش للبيع. تراجعت الأسهم الأوروبية خلال التعاملات، بينما تترقب الأسواق التداعيات المحتملة لزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، وقد انخفض فيها المؤشر ستاكس الأوروبي ب2%. ينتظر المستثمرون بيانات هامة عن نمو الأعمال والخدمات في منطقة اليورو لقياس الوضع الاقتصادي للقارة وسط مخاوف من حدوث ركود محتمل. انتهت مشاهدينا الكرام هذه الجولة في أخبار المال والأعمال.